بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال رقم 15، السؤال بيقول divided x power 2 plus x minus 2 over x cube minus 1. مبدئيا احنا عارفين ان x cube plus or minus a cube هو عبارة عن x plus or minus a في x square minus or plus ax plus a square. حالة خاصة لو هي x cube plus or minus 1، يعني باعتبار الـ a هنا بواحد، هتبقى x plus or minus 1 في x squared minus or plus x زائد 1. طيب أنا ليه كتبت الرول دي؟ هتفيدني هنا في السوليوشن. x squared plus x minus 2 over x cube minus 1، x squared plus x minus 2 أقدر أعملها factorization، بقت x plus 2 times x minus 1. x كيوب ماينس 1 هعمل ازاي فاكتورايزيشن لكيوبيك ايكويشن؟ فعملت ايه؟ x كيوب ماينس x كيوب ماينس 1 هي x ماينس 1، لما تكون بلس تبقى بلس، لما تكون ماينس تبقى ماينس، يبقى x ماينس 1 x سكويرد بلس x بلس 1. فاهمين؟ يبقى لما تكون ماينس هنا هنا تكون ماينس، هنا تكون بلس، لما تكون بلس هنا ما بين الاكس كيوب والواحد هنا تكون بلس وهنا تكون ماينس. اوعى تنسى دي. شلت x ناقص 1 مع x ناقص 1 فاديتني final result x plus 2 over x squared plus x plus 1. يا ترى دي موجودة فين؟ choice A لأ، choice B لأ، choice C صح، اللي هي x plus 2 over x squared plus x plus 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.